تعالوا مع حضراتكم كمان نشوف الصحف العالمية قالت إيه في المحترف. يلا نبدأ جولتنا سريعا مع ماركا الأسبانية اللي ركزت على مستقبل النجم البرتغالي زي ما بقول لحضراتكم كريستيانو رونالدو المرتبط بفريق أتلتيكو مدريد، وكتبت جرينزمان هو مفتاح كريستيانو رونالدو. الجريدة كمان تحدثت عن تعادل ريال مدريد أمام كلوب أمريكا المكسيكي 2-2 وديا، وكتبت هازارد آخر ونفس بنزيما. الصحيفة اهتمت كمان ببرشلونة وقرب التعاقد مع طبعا الفرنسي كوندي، وانا بقول لحضراتكم خلاص تعاقد رسمي وده هنتكلم فيه مع طبعا ناقدنا الصحفي احمد مجدي. وكتبت برشلونه وكوندي تعاقد وشيك. سبورت الاسبانيه في اسبانيا ركزت كمان هذه الجريده عن قرب اعلان التعاقد رسميا مع طبعا المدافع الفرنسي كوندي، والتعادل طبعا امام اليوفنتوس 2-2 في مباراه وديه، وكتبت كوندي التعاقد تم وثنائيه ل طبعا ديمبلي وبرشلونه وفرينكي ديانج لا اتفاق حول المستقبل. الصحيفه كمان اهتمت بقضيه صفقه البرازيلي نيمار، وكتبت نيمار وروسيل وبارتيميو يذهبون الى الفضاء. موندو ديبورتيفو الاسبانيه ركزت على اتفاق برشلونه واشبيليه حول صفقه طبعا الفرنسي كوندي، وكمان التعادل 2-2 امام اليوفنتوس، وكتبت كوندي برشلوني وديمبلي يتألق. صحيفة كمان تحدثت عن تعادل ريال مدريد أمام كلوب أمريكا 2-2 وفوز أتلتيكو مدريد على نومسانا 4-0 في لقاءات ودية. كتبت بنزيما يبدأ موسم الأهداف وفوز ساحق لأتلتيكو مدريد. من أسبانيا نروح لإيطاليا، جريدة لاجازيتا دي سبورت الإيطالية اللي ركزت على الفرنسي بوجبا والإصابة اللي تعرض ليها وغيابه عن الملاعب وفريق اليوفنتوس، وكتب خوف باولو بوجبا. اهتمت كمان بسوء الانتقالات في الأندية الإيطالية، دي ديكلير طبعا يقترب من ميلان وبالنالد إلى روما ويوفنتوس الأولوية لباريس سان جيرمان، لكن بيع أرثر ده طبعا كل الصحف العالمية بتتكلم لسه زي ما بقول لحضراتكم، وسوق الانتقالات مشتعل جدا، ولكن يبقى برشلونة لغاية دلوقتي في اعتقادي يمكن بعد زي ما بقول لحضراتكم موسم يعني ضعيف جدا لبرشلونة، لكن تشافي بيقوم بعمل رائع مع الإدارة في برشلونة. هنعرف بالتفاصيل يعني تعاقدات برشلونة، المدافع الفرنسي كوندي خلاص نهائيا وبشكل رسمي موجود في برشلونة، غير طبعا نجوم كبار جدا جدا على مستوى وسط الملعب على مستوى الهجوم هنتابعهم مع حضراتكم هنا في المحترف، غير طبعا ملفاتنا المختلفة.